الأستاذ محمد صلاح حجاج المحامي ووكيل نقابة المحامين بالسويس، عاوز أعرف ليه حضرتك أخدت قرار الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ببساطة كده، لأني عندي أحلام وطموحات وأماني وبرنامج ما لقيتش حد يتكلم فيه. أنا شخصيا مثلا ما أعرفكش، كل اللي أعرفه عنك محامي وكيل نقابة المحامين في السويس. أنت تاريخك إيه أصلا؟ يعني أنت عملت إيه في حياتك خلاك كده تصحى من النوم تقرر فجأة تبقى رئيس جمهورية أو ترشح نفسك رئيس جمهورية؟ يعني أنا مش هتكلم على تاريخي، بس أنا هقول لك حاجة واحدة بس. أنا شاب مصري خرجت من حقوق جامعة عين شمس. ماشي. مارست المحاماة لأكتر من 15 سنة، وده إداني القدرة على معرفة جميع مشاكل الشعب المصري لأني احتكيت بيه، وخلاني يبقى عندي طموح وأمل لحل كل مشكلة من المشكلات ديت. يخلي شاب في السويس بيشتغل محامي يقرر فجأة كده ان هو اللي هيعدل الميلة لما يبقى رئيس جمهورية؟ اظن من حق اي واحد يفكر ان هو هيعدل الميلة، طالما انا يعني الشعب ما يبصلهاش لكده، ان هو يعني مين انت عشان تعدل الميلة؟ الشعب يبصلها هل ده حق الدستوري ولا لا؟ هل تنطبق عليا الشروط الدستورية طبقا للمادة 141 من ان انا مصري، ابويا مصري، امي مصرية، زوجتي مصرية، هل انا مؤهل قانونا لممارسة حقوقي المدنية والقانون والقانونية؟ هل انطبقت عليا شروط الدستورية دي ولا لا؟ بعد كده يا بنت محدش يعرفك، انت محدش يعرفك، هو محدش يعرفني. سؤال بس، هل انا النهاردة انسان معروف وسط اصحابي في المنطقة اللي انا ساكن فيها في المحافظة اللي انا منها عشان عندي بس شوية معارف اقرر ان انا اترشح رئيس جمهورية وانا محدش يعرفني؟ ما ده انت بتحاسبني على عيب بلد، انت بتحاسبني على عيب بلد بتقتل الكوادر وبتقتل الشباب؟ قول لي على حزب بيطلع كوادر في مصر، قول لي على 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 حد بيتبنى الكوادر في مصر. احنا شايفين رئيس فرنسا 39 سنة، شايفين في البرازيل مسح أحذية بقى رئيس جمهورية وخلى البرازيل من دولة فقيرة لدولة غنية. ما نشوف كده البلاد الإفريقية، ما تشوف اللاعب الكره اللي بقى رئيس جمهوريه. انت بتحاسبني على 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 على, على نظام بلد بقاله سنين بيقتل في شباب واحلامها، انت بتساعدني على على نظام على نظام بلد على نظام بلد ما طلعش لغايه دلوقتي كوادر؟ انت بتحاسبني على نظام بلد ما خرجش الا رئيس جمهوريته الا من جهه معينه احنا كلنا عارفينها؟ انت بتحاسبني على نظام بلد؟ لا، انا شاب وشاب من البلد دي، شاب قعد على القهوه، وشاب مشي في الشارع، وشاب شاف الحواري، وشاب شاف العشوائيات. انا في الاخر هروح انتخب محمد صلاح حجاج عشان كان بيقعد على القهوه؟ لا، عشان احتكيت بالشعب ومشاكله المباشره، عشان عرفت ده بيقاسي من ايه وده بيعاني من ايه، عشان شفت بنفسي ولمست بنفسي مشاكل المصريين، عشان عندي القدره ان انا اقدر احلها، عشان وضعت برنامج اقدر من خلاله ان انا اطلع في مصر. قاعدين كل يوم بنسمع في البرامج اصلي والله احنا نقدر نحل كده بالطريقه دي، احنا نقدر نحل بالطريقه دي، 40 من الاربعينات لغايه دلوقتي ومشاكل مصر واحده، من الاربعين من اواخر الاربعينات لغايه دلوقتي واحنا بنشتكي اصلي في مشاكل في التعليم، اصلي في مشاكل في الصحه، اصلي في مشاكل في البطاله، اصلي في مشاكل كذا، نفس المشاكل لو رجعت منشطات مصر كلها في الجرائد من اواخر الاربعينات لغايه اللحظه ديت هتلاقيها نفس شكاوى الشعب المصري، اصله مش لاقي ياكل، اصله مش لاقي يشرب، اصله مش لاقي يتعالج، اصله مش عارف يسكن، اصله مش عارف يتجوز. حد حل المشاكل ديت؟ حد يوريني الانجاز في حل المشاكل ديت في المقابل دول بدات بعدنا بالتنميه؟ والله ما صلى على النبي بقى نمور زي شرق اسيا، زي جنوب افريقيا، زي الخليج، واحنا محلك سر، ده احنا بننزل تحت حل المشاكل دي. وجاي حضرتك دلوقتي اصل مين محمد صلاح؟ اصل ايه هي انجازات محمد صلاح؟ لا، مش هو ده السؤال المفروض ان يساله الشعب المصري، مش هو انت ايه؟ انت هتعمل ايه عشان تبقى رئيس جمهوريه؟ انت هتعمل ايه؟ مش انت مين؟ انت هتعمل ايه؟ انت برنامجك ايه؟ انت عايز تحقق ايه؟ هو ده السؤال اللي يسأله الشعب المصري. قاعدين نقول البركة في الشباب وثورة يناير، احنا محتاجين نفسنا نفسي الاقي رئيس شاب،
نفسي الاقي رئيس من الميدان، نفسي الاقي واحد عنده 27 سنه وزير. احنا بنسال سؤال، انت مين وانجازاتك ايه وعملت ايه؟ انا محمد صلاح عجاج، الشاب المصري، مواليد محافظه السويس، عندي 41 سنه، عشت في البلد ديت، شفت مشاكلها، شفت شعبها بيعاني من ايه، شفت كل مشاكل الشعب المصري، وبقول انا عندي طريقه لحل هذه المشاكل. يبقى تسمعني، ومن حقي ان انا احلم، ومن حقي ان يكون عندي طموح، ومن حقي ان انا اترشح على رئاسه البلد. هو ده السؤال اللي يساله الشعب المصري، مش انت مين؟ امال انا هبقى مين امتى؟ انت هتعمل ايه لمصر عشان تزود الناتج القومي؟ انت هتعمل ايه لمصر عشان ترفع اقتصادها؟ انت هتعمل ايه لمصر عشان تقدر توفر للمواطن البسيط اكله وشربه ومسكنه وعلاجه وتعليمه؟ انت هتعمل ايه لمصر؟ بس انت عندك بقى خطة لتنفيذ كل هذه المتطلبات؟ ومستعد ان انا اناقش كل جزئية وكل تفصيلة، ان انا في اي مواجهة سواء صحفية او سواء اعلامية اشرح البرنامج كله اللي وضعه ناس مستشارين وطنيين. لان المشكلة في مصر حاجة واحدة بس، استعين باهل الولاء مش اهلك.